شنو هي حكايه العركه مع عبد السلام سعدان؟ والله يا عبد السلام باش نقول لك، هو تو اعتدي عليك حتى جسديا مع بكبوني هو في فرنسا، انا ما نجبدوش واجهت وقتي هو لهنا عبد السلام. كان جاي لهنا في تونس تو نواجه مش مشكل، ينجم حتى يحب يتكلم يا حبيبي. لا عبد السلام علاش مش يوسف اجى معايا يضرب كل اعمال. لا انا وقت اصحاب برشا. وين في ملهى ليلي في قهوه وين؟ ملهى وين؟ في حزب راك في ملهى ليلي. اسمعني شو تنرفزنا واحد عادي معناته في حاله معناته مش عادي مش شو انا وقت انا وياه عادي في البريود هذيك. كيفاش عادي؟ عادي انا وياه بونيا بونيا عادي معناها بونيا ودي هو واقفين نتناقشوا منا ومنا انت لا نناقش فيها انا هو فهمتني معناها تو احنا في معنا موسع لمي ما نجمش معنا واحد يخرج على الموضوع برشا فهمتني نحترمه ونحترموا السادة المستمعين نجموا نقولوه معنا فهمتني معنا هو وقتها معنا في شيخ في مخه فهمتني ومش بس نعدل عليه فهمتني انا تو عبد السلام انا وياه وقت اصحاب برشا من غد تقابلنا معنا عادي راهي لعبات كبرتها وهولتها وضربوا الدنيا عادي جدا عبد السلام خلافي وعلاش الخلاف كان على اليو سي سي انا اعطاني موندا عليه كلمت عبد السلام قلت له راني برجولي باش نخدموا انا راني تعب معاك دز معايا فيها في الموضوع هذا كامل فو يوسف وزاعي كان يسمع فينا تو يدخل في المشي نتاع اليو سي سي للسعوديه هو اللي هذا يوسف وزاعي كلم عليه مدير الكره نتاع مدير الكره اللي في العداله ابو كوثر توجه له بالتحيه كلم عليه واقتنع واتصل بيا ابو كوثر وكل شيء هذايا وخدم معايا خدمه كل شيء معناها الاجراءات وكل شيء وقال لي كلم رئيس بالزرت وتفهمت وياه كلمت عبد السلام قال لي الامور واضحه عندك كل شيء فهمتني من بعد حليت تليفونك عبد السلام تصور وباع الملاعبي فهمتني علاش يا خويا انا قرب لك انا وياه كنا الليل والنهار مع بعض كنا اصحاب برشا نمشي لداره وفاميلته فهمني عبد السلام وكنا نقعدوا مع القهوه عبد السلام راهو شو الستريس نتاع الحياه والدنيا والسيابي عبد السلام السنين الاول اللي جا فيها للسيابي راهو ما كانش هيك كان في نومان وضحكه وديما مشاكل شويه انت وسيم خاطر مش كان عبد السلام يعتدي عليك حتى قال لي ايمن الزين نائب رئيس السيابي زاد ايمن الزين باش يعتدي علي انا تعب في المنزه في المنزه لا ما اعتديناش في الانكس بتاع المنزه لا انا تقبحت فيه بالكلام وايمن ما جامد لا فيه انا تقبحت في الكلام علاش شنو صار؟ ايمن عمره ما يعارك حد ايمن ما يعاركش حتى دب روحه وانسان معناه محترم فهمتني ما تناقشنا على الحباسي وقتها على موضوع حسام الحباسي فهمتني متعارك هو وما نعرفش عنده مشكله وقتها ما نسيتها والله شنو اما واحد ايمن الزين باش بيعتدي علي تي انا ايمن الزين عاقل ايمن ما يعملش مشاكل. باهي مادام نحكيو على العرك والعركات عندك عركه اخرى زاد مشكور خويا ما شاء الله سيفيت تبارك الله سيفيت هو كلهم انا خاطر لحمت حلو ويتكلموا عليا برشا فما اللي يعمل في 100,000 عركه و100,000 تجاوز ومحكي عليه حد عركه في اللاك فما اللي يضربوا في الجمعيات ببعضهم وجوارات عركه في اللاك في البحيره مع محمد امين النفزي وسط حتى المركز لا انا محمد امين النفزي وقتها باش نحكي لك احنا اليوم في حوار صراحه راح صراحه راح فهمتني محمد امين النفزي وصلوا له قالوا له وسيم التايب حرقك في جمعي في السعودي السعودية ما ياخذوش رياض دروا في الجمعيات للدرجة الأولى عمرك سمعت برياض دروا مش السعودية درجة الأولى أنا ما ياخذوش رياض دروا رغم من نفسي من اللي زار رياض دروا اللي معناها أنا واحد من الناس حكيت معاه قلت له كل شيء عندك فهمتني فهمتني جي قال لي راه تكلمني بعث لي ميساج جيته تو كان جيتو انا نهر من داري من سطر انا خرجت مشيت للجاردن كارتاج قلت له يجي خويا شنو تسمع فيه في ميساج وتهدد فيه انت شكون فما بلا فما قانون في البلاد مشيت انا المركز حبايبات هم يعرفوه هو يعرفوني انا حلينا قال فلان واحد كان يخدم معايا انا قال له راه وسيم حكى فيك شو ما حتى في حمام نساف مش متاعنا معنا بعد مين قال لي راه خويا قعدت نحكي انا وياه واحد قال لي خويا سامحني اللي انا معنا انا ما وصلوا لي بالغلط وكل شيء والعباد ينجم يجوا انا يقولوا لي فلان قال فيك داخل قال فيك عادي واحد كان يتشنج وصلت للمركز الحكايه في المركز مش واحد يسبك انت معناه ويبعث لك حتى يسبني خويا انا فهمتني ولا يهدك ولا خويا فهمتني تو شنو معناه نجي نتحملها ونسكت انا خويا كي نبدا نمشي في الشارع هو فهمتني خويا لا قدر الله تصير لي حاجه ما هو فهمت ولا اليوم امير النفسي بالعكس انا نحترمه برشا لاعب نتاع كوره وامير النفسي صارت له مشاكل في بن قردان انا ما دخلتش فيها جمله وتفصيلا ما وقتها وتكلم وانا نعرف الحقيقه الكل معناها اللي ما انا ما امين نفسي وقتها كنت انا رجلت من با الاوراق الكونترا بعطيته قلت له خويا برا ربي معك كان مع سي مراد المالكي فهمت زميلي ونحترمه ونقدره فهمت واحد وقت الموضوع حتى مراد الخذي لفرانك لا حتى شيء معناها مراد معناها كاك الاكثر الاقل امين راهو شو في الفون بتاعه به وكوارزي لكن ممكن سبحان ربي البشر راهو كل واحد يمر بظروف ومازال صغير نصور وانا امين باش نشوفه يعمل عام باي السنه خلي
خلي علتي وين هم الزريه دلوقتي كابتن الكعبه فهمتني. دخلت السجن وسيم قبل دخلت كيفاش لي الحكايه؟ الحكايه في مزت مي مقطع لوكاس نوفوتي مع المشكله. كيفاش المشكله هذه يا سيدي؟ في منزل تميم كانت عندي صدره تونس تاع لوكاسيون مع صاحبي فهمتني. ووقتها عندنا كهرباء مضروبه فهمتني، تسمع فيه ولا؟ اي معك. اي معنا الكهرباء كانت مضروبه فهمتني، خذينا شي قطايع في اللي خذي قطايع لشكون عيطوا عيطوا لي. قطايع طلعوا معنا مش عارف منين جايبينهم فهمتني، مسروقين ولا الله اعلم شنو فهمتني. عيطوا لي مون با، بقيت بريود على ما يلقوا عندي شي روحت لروحي. باهي عندك مشاكل اخرين؟ شنو؟ فما كلمة وليت حاشم، فما كلمة مشاكل يا اخوي. اخوي يحكي عن المشاكل كل خلينا نفركوها اليوم. الرومان بلال العيفة وسيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي اطلبوا تاو، اطلبوا تاو كان يقول لك عندي ما تنساش تسال فيك. اطلبوا تاو، اطلبوا هانم في السيد المخرج نجم يطلبوا سيف الشرفي اكثر من اخوي وارجى منه، ما فماش في الحي... في الملاعبيه نتاع الكوره من 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 الرجال الصحاح سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي ما نجم يحكي حتى حد لي علاقتي انا به معناها علاقه لا توصف. صحيح ما مشيتش الكورة وقتها ما دبرتلوش كونترا، رغم أنا تو عندي بارسا ريزو في السعودية ما مشيتش، ولا غالب هذه عادي ما مش مدبرلوش، هو سو كونترا مع جمعيته اللي هي النادي الإفريقي معناها ما دبرتلوش، قاعد محمي بكونتراته مع النادي الإفريقي عادي. بلال عيفة والله وراس أمي خدمت بقلب ورب وبروبوزيتو على جمعيته الكل، وبلال عيفة اشترى الملاعبية اللي المدربين اللي دربوا في المملكة العربية السعودية هي أنا أكثر دوري نخدم فيه في الدرجة الأولى السعودي اللي هو معناها ما يعرفوه. ليهاك يقول لك خويا لا والله لا ويتعذر فيه، ما تنجمش تدخل في الشوا نتاع المدربين. ما تنجمش تدخل في شوا اليوم مدرب باش تدخل في الشوا نتاعه. ما زايد معناها ما تنجمش، مدرب راه نتحداك اي جون باش يقول لك نفرض 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 معناها نفرض ملاعبي على مش بك مركز التليفون شنو جاك؟ لا لا جاني ميساج فهمتني. ايش فيه ميساج قولوا له قول له قال لي البارح انا بريباراتور فيزيك كلمتك البارح بور لا ديفونسير. اه مش تابع ديميسيون اكسيال محمد علي ترى شنو فهمتني؟ مش تابع ديميسيون ركز معنا اخوي شويه. بلال 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 عيفة بروبوزيتو مع لي زونترونير التوانسي الكل يقول لك خويا لا ما تنجمش اليوم نتحدى اي جون وهم يسمعوا فيه يفرض رايه على مدرب تونسي. مدربين الكل نهار اللي شد جمعيه حتى تكون انت وياه في القهوه. انا سفيان الحدوسي صاحبي، جلال القادري صاحبي، ماهر الكنزاري صاحبي. فاهم معاملات شهاب الليل مدرب في بلاصه شهاب الليل شهاب الليل ما راح حطيت جلال القادري في السيابيه ما خذاش من عندي جوارات وحطيت شهاب القادري جلال القادري في في وخدمت معاه في 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 القروان ما خذاش من عندي ملاعبيه ومره كلمني على ملاعبي نتاعي فهمتني عامل مشكله قلت له طرد وهاو يسمع السي جلال في اهلي طرد ان شاء الله ربي يوفقه. شهاب الليل صاحبي ما تعاملتش معاه. بلال عيفة هزيته لمصر؟ مصر مش انا مش انت ما عندي حتى علم. علاش قاعد متغش عليك؟ متغش ممكن حاسه كيفاش هزيت صديق الماجي وقت الباتن. الباتن كان طلب منهم رسمي في صديق الماجي بالاسم طلبوه بالاسم طلبوه شخصيا كلموني انا قاعد ناكل في كعبه حوت خوك معناها بالك شي كان بلال ناكل في باردو في رستوران في باردو انا يعني باردو نحب برشا خاطر غادي عشت برشا فهمتني. وواحد نمشي ديما الباردو فما رستوران قاعد فيك جاني تليفون من السعودي قالوا لي انت الوكيل نتاع صديق الماجي قلت لهم انا الوكيل قالوا لي نتفاوض. بالك شي كان بلال يا ودي ما كان تهم انت وكلمك انت رئيس الجمعيه يقول لك مدير كره يقول لك حاجتي بصديق المجري تقول له انت خذ بلال عيفة. ما نصورهاش انا يقول لك انا رانا خويا دخلنا شفنا حاجتنا باللاعب صديق المجري اليوم خويا جيب لنا صديق تفاوضت معاه بقيت شهر انا براسك نتفاوض انا معاه مع صديق. وصديق مشاك انت تذكر اربع جورنيات الاولين ما لعبهم مش فهمتني خاطر مازال خلطت كان على الجورنيه الخامسه. باهي كثرت عليك بالخلافات هذا اخر واحد نوال. اي ودي عمر الزكري. عمر زكي المشكله معاه عمر زكي خدمت معاه نجران السعودي هزيته اعاره بخمسه شهور تسمع فيه ولا عمل مبلغ محترم بعد عملت انا وياه بروجي انه يمشي يعاود في السعوديه فهمتني. فسخ من الاتوال تسمع فيه ولا فسخ من الاتوال وين كلمت انا وكيل مصري ونحكينا في الموضوع هذا قلت لك رموك لا مشكلة احنا لازمنا برشا معنا في الوكلاء اللي يحكيوا هذوما اليوم في الباجات وكلاء واشباه الوكلاء برو شوف الدول الاخرى كيفاش تو تشوف تلقى في في في, في بلاد 9000 وكيل فهمتني احنا هنا 20 و30 وكيل بين معترف به ومن غير مش معترف به فهمتني اليوم لا محمد رسول الله فهمتني عمر بعثته لمصر انا قلت له فهمتني اجون غادي مصري باش يشوف له شاف له جمعيه اسمها اسواق عمر ما عجبوش العرض روح لتونس صح في بن قدر قاعد متغش عليك حست في في بال عمر متربي برشا ومتخلق وحتى كان يتغشش نعرفه معناها قلبه ابيض خاطر يقولوا هزيت ملاعبي اخرين بلاصته
مو هزيت حلمتوا من بعض العروض؟ لا والله ما هزيت حد انا في كلوار عامله. ما حلمتوش من بعض العروض مثلا؟ ما يسألوك عليه ما نصحتهمش بيه؟ لا والله ما صار هذاك قال هلا واحد وكلمته قال لي طلع مش صحيح كلام. قلت لك دومان الكوره راه قيل وقالوا.